والآن نتحول إلى وقفة أخيرة وأخبار الطقس. نتوقف مرة أخيرة مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا ريهام، شكرا ليلى، وأهلا بكم مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 23، الصغرى 12، إسكندرية 21، 13، مطروح 19، 11، بورسعيد 21، 14، إسماعيلية 22، 14، وجوها معتدل. بالنسبة للسويس 22-13، العريش 20-13، طب 24-14، شرم الشيخ 30-15، الغردقة 29-14، وجوها مائل للحرارة. بالنسبة للأقصر 35-15، أسوان 36-17، الوادي الجديد 37-17، شلاتين 30-15، حلايب 28-14، وجوها مائل للحرارة. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.